مفتوحة تحت رعاية السيد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتتشرف طبعا محافظة الأقصر بدعوة سيادتكم لحضور فعاليات الملتقى الثقافي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسياحة ومرور مئتي عام على علم المصريات وفك رموز حجر رشيد بالتعاون بين محافظة الأقصر والمجلس الأعلى للآثار وجامعة الأقصر كلية الآثار وكلية السياحة والفنادق وصندوق مكتبات مصر العامة والإدارة المركزية للتنمية السياحية والأثرية بالمحافظة ومكتبة مصر العامة ومركز الأقصر للتراث الحضاري. الدعوة طبعا في المسرح الروماني النهاردة من الساعة 6 للساعة 9 عشان تشوفوا هذا الاحتفال، ودعوة موجودة أمام حضراتكم، وهنشوف دلوقتي ونتابع تقرير وهنعود إليكم مرة أخرى. احنا ان شاء الله عاملين اوبريت كده عن بلدنا، ويا رب يعجبكم. احنا ابتدينا لينا حوالي 3 شهور هنا بالمجموعة دي، وبنحاول ان شاء الله نكون على قد اعجابنا بيكم باذن الله. عدد المشاركين قد ايه في الحفلة؟ عددهم 30 30 طفل، اعمار مختلفة من 5 ابتدائي لحد اولى اعدادي. بقالهم قد ايه بيشتركوا في الحفلات؟ ولا أول مرة؟ لا لا، احنا اشتغلنا جهزنا اصلا تدريبات لسه بدنيه وكده من حوالي 3 شهور، بس في ال3 شهور دول الحمد لله عملنا عروض حلوه خالص. عملنا عروض في النادي الاهلي، وعملنا عروض في كتير تحت، يعني عروض كتير. وعملنا احتفاليات برضو اي تي اس تحت تبع، وحفله نقابه المهندسين، جميل. وحفله خريجين طلبه 6 ابتدائي طب وكده. احكي لنا على فقرات الحفله، هتبقى ايه بقى؟ فقرات سياحيه، حاجات عن الاثار مثلا؟ والله احنا عاملين حاجه تراث بلدي كده، وعاملين حاجه وطني ان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله برضو عاملين حاجه فرعوني كمان. والله جميل، يعني علشان المناسبه برضو ده عيد قومي للسياحه، فهتبقى لازم حاجه فرعونيه يعني. طبعا تمام. ده غيرنا كلنا من الاقصر هنا. ان شاء الله. اسمي فاطمة يوسف. في سنة كام يا فاطمة؟ سنة رابعة. مشاركة في الحفلة النهاردة؟ أول مرة تشاركي في حفلات ولا قبل كده شاركتي؟ شاركت قبل كده. بتحبي بقى أنت الحفلات والموسيقى والحاجات دي؟ إيه النهاردة هتقدمي إيه الفقرة بتاعتك؟ هقدم فرعوني، ووطني، وفلاحي. يعني هتغني ولا بتبقى يعني فقرة رقص بس؟ فقرة رقص بس. رقص. بقالك قد ايه بتتدربي على الحفله دي؟ بقالي اسبوعين. اسبوعين، جميل. انت بقى لما تكبري ان شاء الله عايزه بقى تبقي فنانه استعراضيه ولا في اتجاه تاني هتتجهيه؟ لا، فنانه استعراضيه ان شاء الله. اسمك ايه؟ اديها المايك. اسمك ايه؟ خديجه يوسف. خديجه، في سنه كام يا خديجه؟ سنه 6. 6. اول مره تشتركي في حفله؟ لا، اشتركت كتير. اشتركت كتير قبل كده. حلوة الحفلات لما بتشتركي فيها والفقرات الاستعراضية. بتحبي الفن الاستعراضي؟ ايوه. النهاردة مشاركة في فقرة، في كذا فقرة ولا فقرة واحدة؟ في كذا فقرة. في كل الفقرات. شايفة ان الحفلات دي حلوة بالنسبة لك؟ ايوه. بتخليكي كده تطلعي طاقتك كده الفنية. لما تكبري ان شاء الله عايزة تطلعي ايه؟ فنون استعراضية برضه. فنانة استعراضية؟ ان شاء الله.
مشاهدينا، ده جزء من الاحتفال، او هتشوفوا الجزء ده في احتفالات النهارده طبعا لكل اهل محافظه الاقصر اللي حابين يحضروا.